حل بكل برنسبلز المدرب. طيب من اول الان يعني ان شاء الله عندنا ابلكيشن اللي هو دبل سيرفيس والترانسبلانت بتاعنا ده ابلكيشن مباشر على الاي سي خلاص بكل الحاجات اللي احنا ايه عارفينها كل اللي فات لازم نعرفه بالكامل. فعشان كده حد الزوجة عديله اولا الامتحان اللي فات ومن الأنصر كان الامتحان فات خلي ايه نزلوه ونشوف احنا بنحل ازاي طبعا في ناس كانت بتنجز جدا برضه بسيطه جدا وسريعه جدا ارجوكم ناخد بالنا وايه ان الانسر ايه هو ان شاء الله هينزل بالنسبه لكبد السيركت كبد السيركت كما هو واضح من الايه من العنوان ان ايه دايرتين مرتبطين مع بعض فدول بيتكلموا عن ايه عن دايرتين طيب الدايرتين دول الطاقه الكهربائيه بتنتقل بينهم مش باسلاك توصيل مش باسلاك توصيل دايره يعني مثلا في الدايره واحد هنحط ايه سورس الدائرة دي ما فيش فيها سورس خالص لكن هيتواجد فيها طاقة كهربية أو قدرة كهربية جت منين؟ كانت استخدام من مجال المغناطيسي أو من مجال الكهربي والباقي والدايرة يعني بالظبط أنا الطاقة من دايرة إلى دايرة تانية باستخدام مين؟ يا إما ماجنتيك فيلد يبقى اسمه ماجنتيك كهربي يا إما إلكتريك فيلد يبقى إيه؟ اسمه إلكتريك كهربي إحنا طبعاً شغلنا هيبقى ماجنتيك إيه؟ كهربي خلاص يا جماعه بس انتوا بتشوفوا بسرعه كده وبعدين نشوف الطبق ده ازاي. الديفينيشن ده بيقول ايه؟ الديفينيشن ده اللي انت بتاخده انا بتكلم بس عشان كده عشان ايه بس نتكلم يعني الديفينيشن للوظيفه. فهنقول دبل سيركس دبل سيركس Thank you.
ايرون جول. ايرون جول. طيب ايرون جول ده بيمثل ايه؟ بيمثل وسط تستطيع خطوط المجال المغناطيسي بتمشي فيه بسهوله. خطوط المجال المغناطيسي تمشي في ايه؟ الحديد ده اول او السبيكه دي بسهوله اكثر من الهواء. الهواء بيمثل معوقه شديده في خطوط المجال المغناطيسي اللي يعني طيب اختصار انا عندي الفولتج في 1 هيطلع كارنت دايما كويس الكارنت على الواحد ده هيطلع مجنتيك بلس مجنتيك بلس اسمه باي 1 ممكن ان هي واحده فكرت بس الموضوع في ايه علاقه الايه الكارنت بالمجنتيك بلس ايه نذكر عندنا العلاقات المجال المغناطيسي هنسميها اتش وبيبقى طالعه من مجال ايه؟ ماجنتيك فيلد ده ماجنتيك فيلد يبقى اتش ماله بقى؟ في النظريه بتقول ان احنا لو عملنا انتجريشن للماجنتيك فيلد ده بالنسبه على مسار مقطع على مسار مقطع يطلع مين؟ الكارنت بتاعه تاني بعمل انتجريشن للماجنتيك فيلد على المسار خطوط المجال المغناطيسي خطوط مغلقه خطوط مغلقه بعمل عليها تكامل في الايه؟ في الدايره كلها في المسار كله يطلع مين؟ التيار الارش يطلع التيار يبقى العلاقه اذا بين اتش واي في المنطقه طب العلاقه الاتش بلس عالي بصوا معايا ده في عندنا حاجه برضه لسه اللي هي بي بنقول عليها ايه؟ ميو اتش اتش عندها ماجنتيك ايه؟ بي طب الميو دي عباره عن ايه يا جماعه؟ بين ويا بين بيرميا بيت بيرميا بيت مجنيت بيرميا بيت طيب البيت عباره عن ايه بقى؟ اللي بنسميه بلاس دنسي بلاس دنسي ايه بلاس دنسي؟ بلاس دنسي يعني بلاس بريون ايه؟ بلاس دنسي يعني بلاس بريون ايه؟ بحيث العلاقه بين البيت والبلاس بتاع اللي بنتكلم عليها ايه؟ دي بشكل ده انا عندي بلاس بار بلاس يساوي كام؟ يساوي انتجريشن البي اللي هو البلاس دنسيتي دوت دي اريا دوت دي اريا عشان هو ممكن يختلف من حته خلاص يبقى العلاقه بين الكارنت اي والفلكس هي ماشيه بايه بشكل دائري طبعا هنا المجرمين طبعا على واحد طبعا المجرمين دي ايه ممكن يختلف لكن احنا ان شاء الله احنا بنشتغل في المنطقه يكون البرمياليتي بتاعتها ثابته يعني البي اتش كيرف لينير البي اتش كيرف اسمها بي اتش كيرف اللي هو العلاقه بين بيو اتش طبعا هي بيو اللي هو الفرق بتاعنا انا ايه طبعا هي كيرف بتغير لان احنا هنشتغل منطقه ايه؟ البي اتش كيرف از لينير يعني بيو سابق خلاص؟ ده فرق يبقى اذا في علاقه بين الكارنت فلكس الكارنت اي والفلكس اللي منظر عظيم طيب لو بس طيب ماشي كده ومجال كده يا جماعه ايه القاعده اللي هي اليوم دي؟ ايه القاعده اللي هي اليوم ان هي تتصور بعد الثانيه دي اتجاه تيار يبقى ده اتجاه مين؟ البلاس يبقى كده هيبقى عندي بلاس بشكل زي كده سي يبقى ايه؟ اسمه كام؟ باي 1 طيب البلاس اللي باي ده اللي طالع بالمنظر الاول كده هيعمل ايه بقى؟ طبعا في ايه؟ الهواء بالنسبه له معوض ففي جزء كبير جدا هيمشي منه بهذا الشيء هذا الاتجاه يمشي كده 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 ويروح ايه؟ الحته دي في طبعا جزء قبلك لا ماشي لكن دي جزء الاهداف هيمشي فين؟ هيمشي فين؟ اه يبقى ده كوكب اهو احنا بنطلع لنا ده بيمتص خطوط المجال المغناطيسي وتمثل مسار بسيط وسهل بالنسبه للخطوط المغناطيسيه بدون معوقه كبيره يعني يبقى ايه؟ البلاس الاول عين عندنا بلاس كده زي نسميها ايه؟ هنسميه باي باي ويك او باي ويك البلاس ده بقى هيروح يعمل ايه؟ هيروح للدايره رقم 2 خلاص؟ يبقى انا عين بتعمل 12 احنا كان عندنا صح بلس باي واحد طلع منه جزء كبير باي رينج هيروح لمين؟ سيرفي اثنين او بوينج اثنين بوينج اثنين يعمل مع ايه؟ يعمل مع كفرنج او يمكن طيب يعمل مع يمكن مع مين؟ مع البوينج رقم اثنين طيب نيجي بقى القضيه القضيه بتقول ايه؟ القضيه بتقول ايه؟ لو انت عندك بلس فاليو مستاي وطبعا فاليو مستاي يعني انا اخطر الكلام ده بريد بلس وبالتالي البلس اللي منه كله بريد بلس
الخاص بالبيان المطلوب لو له واللينك مع ملف يحصل ايه؟ يقول لك ايه يوز بوتش تاني في ماكس هيروح لينك مع الكوري رقم 2 والخاص ده بيان يوز تايم يبقى اذا هيكون لي هنا اللي هو فرضيه ايه؟ هيقول انه اندوز فولتج عندك اندوز فولتج از بروديوسد. طيب اندوز فولتج ايه؟ فرضيه يقول لك بتساوي كام؟ يقول ده بتساوي ايه؟ بتساوي اللي هو دي فاي لينك فاي دي يعني معدل الفلكس ان كان عليه ضرر اللي بيتنفع عليه مع الكوين بالنسبه للضرر. خلاص يا جماعه؟ ان الفلكس العين جي في الارض كور رقم 3 رقم 2 يلينك معاها وحسب قواعد فاراديه وقانون فاراديه الكوليكتيف ماجنتيك اندكشن يبرودوس فولتج. الفولتج ده بقى موجود فين؟ في الحته المسافتين اللي بتطلع عشان هقول ايه زي المنظر ده. طيب اصلا البي نيوز ده لو انا جيت هنا في الحته كده ورحت ايه؟ كده 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 ورحت حاطط هنا ايه؟ امبيدنس زد. طيب امبيدنس معمول اهي وفي ايه؟ فاليو مش طايره ولا يا جماعه؟ مش طايره مش طايره اهي. يبقى عندكم ايه؟ احنا مثلا الاثنين كده مؤقتا لما نيجي عارف سواء ده كده او بي ان بيوت هنسميه بي ان بيوت. طيب يبقى اذا اف زد ال از كونكتد يبقى اذا ايه؟ اذا في بلد سي اسمه اي اثنين اس اوبتين لو اسمه سي اوبتين يعني انا هحصل على مين؟ على الخيار فين؟ in circuit 1.
اللي بقى سوق صعب يا ترى مثلا البصر اللي ضد الجد ده رقم حاجه مع بي واحد ولا ضده ممكن ده ممكن ده خلاص ممكن يكون مع بي واحد ضده على حسب مين بقى بلس ايه بقى يبقى عنده واحد اثنين مع بعضهم ضده بعضهم ولا هنشوف التفاصيل دي بعدين خلاص يا جماعه يبقى ايه اذا المجنتي كابلنج المجنتي كابلنج مره اخرى اللي فيه باور بتستخدم من مكان لمكان دايره اساس هي دايره مش اساس بس ده من المقدس وكمان بترجع بدايه الاتجاه الثانيه اللي هو بتاع التيار الى من الثاني اللي هو يعني باختصار شديد المجنتيك نظم الانجليزي يا جماعه باي باي الكلام ده كله نقص او زائد او اذا المجنتيك المجنتيك كابلنج ماله از باي لاترال باي لاترال يعني ايه يعني اتجاهين يعني اتجاه ده واتجاه يعني المجنتيك بيأثروا على ايه يا جماعه على بعضيهم التو سيرفيس بيأثروا على بعض خلاص طيب عظيم اذا كان الامر كذلك بقى عاوزين نعمل دايره عشان نشغل عليها القواعد بتاعتنا والقوانين بتاعتنا عاوزين دايره في دايره واحد نعملها اوبن سيركت والدايره الثانيه نعملها اوبن سيركت طيب يبقى اذا انا جاي فقره بعد كده هنقول عاوزين نعرف حاجه عاوزين نعرف حاجه اسمها سيف كونفرنس وايه وبيقول ولا بيقول لا عندنا عنوان صغير تقدر تفتح حاجه باي دي بس دي اربع حاجات احنا بنتكلم عن
وبعدين ايه؟ اداره واحده صوص، اداره صوص بقى بيناس
بس. وبعدين في بقى موضوع المنتج الكربون اللي بنتكلم عليه، حاطين العلامه السامين دول او السامين ده والعلامه ايه اللي يعني دول اللي دول بينهم يا جماعه؟ بينهم المنتج الكربون. الثلاثين ده هم بينهم المنتج الكربون. بس كده الترمين ديوس فوكسج هنا وهنا مش عارفين نشرطه، هنحاول نحدد الاشاره عنه دلوقتي. بس ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. وبعد كده دول كمان برضه في نص المية يا جماعة. ها؟ دول طبعا هيقولوا ايه؟ لو عطيت حاجة في نص المية يعمل ايه؟ عشان نحاول لو عطيت في نص المية يعمل ايه يا جماعة؟ مش عارف خلاص. احنا الأول دايما نسيب صدر اللي صاير بومي جديد. أو صاير بومي جديد مال دول الاثنين ده هم اللي هم الجزء مين؟ من اكس هيكون كده صح كده؟ الكوساين هو ايه الضرب؟ وايه؟ الكوساين هو ايه؟ هو تقريبا الضرب. طيب لو احنا الداتا دي لو فرضناها دي في اكس جي اوميجا دي فاي دي تطلع ايه؟ تطلع جي اوميجا بكام؟ في اكس جي اوميجا دي يعني ايه بالكلمات؟ يعني ايه؟ يعني الداتا دي لما ندخل على الاوبريتور دي باي دي اللي هو الدفرنشال سيستم كام؟ زيها التكامل التكامل تي اس جي اوميجا دي 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 زيها بالظبط نحولها على جي اوميجا مين؟ بي اكس جي اوميجا. يبقى ده لدي واحده نفس الكلام تفاضل يعني كده بنضرب مين؟ جي اوميجا. تكامل يعني ايه؟ اثنين ار ايدنج ايدنج يعني ايه؟ يعني ساعده
ايه دكتور اوبوزن اوبوزن اتش اس يعني مع بعضهم ساعد بعضهم وردود بعضهم اصلا الموضوع كده يمكن سمع بسيرت على لينز رو كانوا كده سمعنا على لينز رو فتسمعنا ها يعني سمعنا انا انا لا لا احنا جديد انا كان مره طايح على الفيزياء خلاص عندي بتاع بالبلاش بروتين وكلاس خلاص لما اعطون بيتشغل ثالث لو ضد بعضهم بيشغل ايه خلاص بس الفيزياء احنا عايزين حاجه يبقى ست السادس بقى الحلقه تمام هنعمل حاجه اسمها توك انا هنصكم توك بعدين تحت عنوان حاجه توك رول توك رول المفروض اعمل توك رول ازاي بقى ممكن حد يقول كده مثلا يعني؟ لا يعني
السهم الصغير السهم اللي خارج الكوير يا جماعه السهم ايه خارج الكوير هنا وهنا عشان نفس الدنيا فدي هي الرئيس الداخل وهنا خارج اللي كان مخصوط يبقى هنا نعمل بيه السهم يبقى ما عندناش ما عندناش قد ايه يا جماعه يبقى بي واحد هيساوي اي واحد يبقى واحد زائد جي اوميجا ال واحد ناقص جي اوميجا اي 2 بشكل المعادله معادله 2 صفر بتساوي ها اي 2 اي 2 زائد جي اوميجا ال 2 زائد زد ال ناقص ايه كمان؟ ما هو ناقص ايه ناقص ايه ناقص ايه؟ يبقى ناقص ايه؟ جي اوميجا في اي 2 دي المعادله خلاص يا جماعه؟ تاني اين القطر؟ لا استنى عليا لو الاثنين كرس داخلين الضوء وتحركوا كرس زي ما هو لو الاثنين الضوء معا يبقى ايه الموجة واحد جاي وواحد خارج يبقى انت سابق بس ايه لا لو الاثنين خارجين زي الاثنين خلاص يا جماعه تاني لو الاثنين خارجين لو الاثنين ليفت الدوتس يبقى هي زي الاثنين تنتج الدوتس خلاص كده مفهومة ضمنية ولا لا؟ مفهومة ضمنية. لو جه في الاثنين أو إيه؟ أو أكثر من الاثنين يبقى مين؟ يبقى الاثنين بالموجب. واحد أكثر من الاثنين يبقى أيا كان يبقى كان في خلاص كده؟ طيب أي فضل؟ تفضل. التيار في الكوين الثاني لو أنت فرضته عكس؟ اعذر سؤال كويس برضه خليكم معايا زميلك بيقول بقى ما انت لو فرضت اي 2 في الاتجاه المضاد الكلام ده هينقلب اه صح يا اما ام ام تتحط ايه؟ تبقى موجب بقى في هذا الحال طيب انت طلعت ايه؟ اجابه وزميلك اللي كان عمال يحط اي 2 في الاتجاه المضاد فرع طلع اجابه انت ممكن صح ايه 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 الفرق بينهم؟ الاشاره لا اكثر ولا اقل اي 2 اللي انت بتطلعه هيطلع عكس اي 2 اللي زميلك بيطلعه مفيش مشاكل خلاص يا جماعه افرض الكرنس كما انت شايف وطبق القاعده القاعده السلميه في جميع الاحوال مفيش حاجه خالص هيبقى بس ايه كل ما في الارض اي 2 اللي انت فرضته ما يكون عكس مين اي 2 زميلك خلاص مفيش مشكله تمام كده طيب بالمناسبه بقى عاوزين بقى الخطوه دي بقى في ماتريكس بقى مش احنا بنشتغل بالفيزيكس ولا احنا بنشتغل بالفيزيكس Thank you.
طبعا بدك تشتغل جيم اي 1 اي 2 شويه مطلوب مثلا او فلاور او مش عارف امبيدنس ولا عاوز ايه ولا عاوز ايه جيم بس. طيب دي طريقه البيت المؤسس ما يبقى قدر يبدا خصوص دائما اسمها ماجنتيك كابل سيركت. ماجنتيك كابل سيركت البيت اسمها ماجنتيك كابل سيركت. طيب فيها امبر فالبوكس ضرب الطول كامل. طيب السؤال الثاني ما فيش ممكن نعمل حاجه نجيب دايره ثانيه مش مدرجه من نازل ما يكونش فيها الكلام ده كله؟ ما يكونش فيها البوكس ولا في مش عارف طبق البطول ولا الحديثة دي كلها؟ في دايره ممكن نعملها؟ اه الدايره دي اسمها ايه بقى؟ بنسميها كونتكتيك كارل سيرك. الدايره مع مستنتجه من هذه الدايره دايره اخرى ما فيش فيها ايه؟ من ناحيه المنصور الكلام ده كله هتبقى تحت عنوان ايه يا جماعه؟ كونتكتيك كارل سيرك. Yeah.
بتاع الدول معدل بتاع ايه دي اوقات دايره النظر ضرب النظر عشان كده سميناها المقدمه دي دوله سلبيه. طيب المعادله بتاعتنا هنا طبعا من اول مش هنبدا وهنا اي 2 مش هنبدا هنشوف بعض كده يا جماعه نعرف ايه دي دي المنافس بتاعتنا لو زيرو واحد بيساوي كام؟ بيساوي 4 زائد جي اوميجا زائد جي اوميجا في اللي هو عندنا مثلا زائد جي اوميجا في ايه؟ يا اما ضرب ولا لا؟ طب يبقى هي نفس الكلام ده يا جماعه ولا لا؟ مش معايا كده؟ انا زيد واحد يا جماعه تاني لوب ايكويشن بعملها بحط زيد واحد واحد زيد واحد اثنين زيد اثنين اثنين من العقل ده زيد واحد واحد بتاع اللوب ده ولا ايه؟ في كام؟ 4 1 زائد جي اوميجا لوب مكمل كسب مين بقى؟ ايه هو مصدر غير واضح؟ يعني كده الكلام ده صح كده مظبوط. طيب زي 2 2 زي 2 2 ها؟ يبقى جي اوميجا في الكلام وجي اوميجا في الكلام زي 3 2 زي 2 دي اطير دي يبقى دي احنا مظبوطين ولا لا؟ اه مظبوطين زي 2 2 صح. طيب زي 1 2 او 2 1 اللي هي مين بقى؟ الكرن بلانش بنجيب الانجليز وطلع النقص مش هنعمل كده الانجليز اللي فيه اوميجا حط النقص ولا لا حط النقص ده ايه ولا لا يا جماعه هي دي يبقى ده بيعبر عن ده بيعبر عن ده اه يبقى اذا ده هيكون من خلاص تاني الجدايه مش فيها حاجه من الصيد ولا الدكتور ولا بنستند الجدايه الاولى الجدايه الثانيه كنا بنعملها بنشيل التو بوينتس بما نقصد بيهم النص ونحط لهم تي موديل. التي موديل هنحطه بالمنظر بس كده يبقى المعادله دي اياها خلاص. طب القاعده دي ازاي بقى؟ ازاي بقى اعرف ايه الواحد اشمعنى ايه الواحد خلاص كامل؟ طبعا العداله دي ودي كده بتغير بعضهم ودول بتغير بعضهم احنا عملنا كل حاجه صحيح. بس دلوقتي في سؤال تفرض النص مش بالشكل ده. تفرض النص يا جماعه عندنا كده في النص النص عندي المنظر ده في نقطة هنا كده ونقطة تحت مثلا وإيه مثلا؟ يبقى في نقطة واحد واثنين وثلاثة هذه كم نقطة ثلاثة أهي هذا النقطة واحد أهي هذا النقطة اثنين يبقى في موديل بتاع شكله إيه؟ أهو في موديل بتاع هيبقى المنظر ده في ذراعين عند اثنين وواحد والساق عند كام؟ عند ثلاثة يبقى ليه حاطط زي الكلام؟ هل ده زي فوق؟ طبعا لا واضح ان ده هناك عند فوق يبقى ليه محور النقط بتاع فوق بالظبط صح كده؟ عشان كده يبقى دي موديل في ايه؟ في موديل هتبقى دي كام بقى؟ ان واحد زائد ام ان اثنين زائد ام وهنا كام؟ ماينس ام وحط واحد جاي وحط واحد جاي مفيش مشاكل يعني خمس ستات حط اربع ارقام وبيقول كم معاك خلاص الحته اللي احنا بنغيرها عندما يكون الدور في المنظر الاول بنحط دايره بالشكل ده ما لسه ما نحطش ولا حاجه يا جماعه مش معناها ان الانسان ده يكون مقدر ده كافي بس زي ما انت ما بتعمل ديتا وصلت للسولوشن بالمناسبه لو انت عندك ديتا يعني مثلا لو اخترت حاجه دي او عكس يعني في احتمال ما ان هي تتحصل ما يخطش في الحاجات دي خلاص مجرد بتاع كبير تمام طيب السؤال دلوقتي بقى في الحاله اللي هو حاطين اسم فيها اسم وفي الحاله اللي فيها اسم بصوا معايا كده بصوا معايا في الحاله اللي هو بنجد ان نقطه واحد واثنين الاثنين عندهم قصه يا جماعه فبنسمي الحاله دي ايه بقى؟ بنسمي الحاله دي هنا سيميلر بلوس سيميلر بلوس يعني واحد واثنين ايه زي كده زي ما هو نفس البلوس اذا كان الامر كده سيميلر بلوس يبقى بيطلع لي ايه؟ بدايه المنظر ده يا جماعه بدايه دي بتاع مين؟ بتاع سيميلر بلوس سيميلر بلوس مره ثانيه سيميلر بلوس يعني ايه؟ يعني واحد واثنين عندهم ايه؟ زي ما هو نفس البلوس طيب لو كان واحد عنده اثنين ما عندوش يبقى مين ده؟ بنسمي ده ديفرنت بوكس بنسمي الحاله بتاعتنا دي ايه؟ ديفرنت بوكس ديفرنت بوكس
يبقى ايه؟ دي المود بتاع شكو ايه؟ اللي انت شكو يعني ايه بتاعت ايه؟ شرا سلام ايه بتاعت ايه؟ شرا سلام نقول الكلام ده مرة تانية يا جماعة نقول الكلام ده مرة سلام لكن الوقت ايه؟ بنحلل جاي الاثنين دارس المنجلات اللي تبقى ساكن ودارس مسلم تاني منها اسمها الكونتر اللي بتبقى مش مدير الكونتر اللي بتبقى ساكن اللي بتبقى ازاي؟ بنشيل جملة الملفين اللي بتبقى بالقصة دي بتبقى بالقصة بتاعتي والقصة دي في موديل لا
Thank you.
لازم يكون بيور ايماجينري. ليه؟ مش مخمن. البيور ايماجينري على السبب يعني شيء عادي عادي مثلا هيك سيكون يعني بنركز يكون بتاع دول في المنظر اللي شايفه اصلا. دي معنى وطبعا دول بعديها سبب يكون على الصوره اللي هي اسمه بي. طيب الاثنين هيك مع صوره بعض نجي هنا بعض هنا جي اوميجا ايه التعديل الهوائي ده؟ خلاص؟ يعني جي ثلاثة دي هي الميتا السنين جي اوميجا ال ايه واحد ودي هي جي اوميجا ال اثنين جي اوميجا كام؟ ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد. طيب جي اثنين هو دي عبارة عن جي اوميجا ام اللي بينهم مين؟ بين الأول والثاني. الجي ثلاثة عبارة عن ايه؟ دي اللي هي جي اوميجا ام بين الثاني والثالث. يعني جي أربعة نفس الكلام بس الأول والثاني. طيب هنحل السبب دي لازم تتحل يا جماعة في المعدات تضربها بإيه الأولى. ليه؟ لأن أنا لما جبت الفورمولا اللي جاب السبب ما كلمتش على ثلاثة كويس ولا أربعة ولا حاجة، كلمت عن دي بس. أنا اثنين أنا عندي قواعد عشان أفهم لو كانت دول اثنين بس زي المثال اللي أنا هشوفه ممكن أشتغل بإيه؟ بأي طريقة. لانها من ثلاثه ما طلعتش قواعد لازم تتحل بايه؟ بالمعادلات. يبقى دول في الاولى طبق دول ونشتغل. يلا نشتغل. يلا نشتغل بالفنيين والمعادلات. اول ايه؟ تتكلم في الايكويشن زي الوسط. البوست ده هو يساوي الدروب ده زي الدروب ده زي الدروب ده. يبقى عندي ايه بايه الايكويشن عادي خالص؟ هي هقول ان بي يساوي. ننسي البويلر هنا يا جماعه. لا احسن. اللي هو ده اسمه بي وان ده يساوي كام بقى؟ يساوي التيار كام؟ جي اوميجا جي اوميجا ال اللي هي جي تلاته صح كده؟ طيب هل هو كده بس؟ لا طبعا ده لسه لو هذا طبق مع تاني وكابل مع تاني كمان مظبوط؟ يبقى في الاندوز فولتج موجود معايا في الحته اللي هي ده نتيجه كابل بين واحد واثنين ولا لا؟ وكذلك بين واحد واثنين صح كده؟ يلا احسن. واحد التيار هنا طبعا هو غير الاربع يعني هاي واحد ما يكونش كده هاي واحد هو التيار. انا شايف خلاص مش مشكله. هذا مين؟ هذا الطاي ده على طول يبقى احنا بنقول. طب طاي هنا بقى اقسمه هنا ولا اقسمه حته بره؟ بره الطوي ولا بره الطوي؟ يبقى خارج من الطوق ولا لا؟ يبقى تسال بس التيار اللي خارج من الطوق من اللي داخل على الطوق يبقى مين؟ يبقى تفضل في ايه السالب بقى؟ ايه يا جماعه؟ ان انا طبق دول دول ان طبق دول دول عامل سالب صغير كده خارج الكويل جنب دول ان وعامل سالب صغير كده اهو جنب دول ان هنا بس ما تحسبوش ان ده اسم ثاني يبقى ده داخل على الدول بتاعته وده خارج من الدول بتاعته يبقى هنا الان بتاعته جه كتير السالب يبقى الان كده يبقى كام بقى؟ ماينس اي يجي كام؟ 2 كتير معايا؟ الترم الثاني اللي فاضل بقى انديوز من الاول والثالث مظبوط؟ طيب الاول داخل على الدور والثاني داخل على الدور يبقى ازاي او ازاي؟ يبقى انت داخل بقى اي بكام؟ في جي 4 ايه في الدروس؟ المهم ده يا جماعه ده البوتش اكروس فيرست فور اللي بين قوسين ده البوتش اكروس ايه فور كم بول ده يا جماعه مختصر مع الاولانيه دي اللي هي جي اوميجا ال دي جي اوميجا ال في الارض صح كده؟ احنا سميناها عندنا اسم او دي اسمها ايه بقى؟ اسمها كوندكشن كومبوننت كوندكشن كومبوننت اه طيب يعني طيب ماشي كوندكشن يعني ايه؟ يعني توصيل من عند ال ماشي كده يبقى فرق دول كام؟ ده نوع من كوندكشن مش حاسس عن حاجتين فولتج مباشر ماشي ال لكن دول فولت بيجري الام ام ده اسمه ايه؟ اسمه الحس او اندكشن يعني يبقى الترم الثاني والثالث والثالث كمان الترم الثاني والثالث الحس الحس هو اندكشن فعشان نسميهم ايه بقى؟ اندكشن كوندوم ربنا فرق كلمتين اندكشن باكس تاني فرق جوه على كل جوه يمثل اجزاء او جزئين على الطاقه التحديد الجزء الاولاني بتجد الار جي كوند ال الطيار وبعدين نحس بقى دي تاثير الكويس الاخرى اللي هو جي اوميجا ام في التيار الاخر اللي هي اسمها روح خلاص؟ بالنسبه عشان انا عامل ثلاثه وحطيت بعضهم
يبقى عندي 2 اندكشن كومبوننتس، 2 اندكشن كومبوننتس زائد نكمل شغلنا. عاوز تاني دور على الدور ده هو كام؟ رقم 2 اهو. يبقى ايه؟ يبقى هو زائد التحبس عشان ما نقدرش المساحات، عارفين ايه اي بكام؟ اي ب 2 5 بيمثل ايه بقى تاني واحد كومبوننت؟ ال 18 كومبوننت اللي هو اي اوميجا ايه؟ وبعدين بين واحد واثنين في الاندكشن والسالب يبقى ماينس اي بكام؟ ب جي 2 وبين 2 3 بقى 2 خارج الدوت وبين 3 على طول كان سالب وكمان يبقى ماينس اي بكام؟ ب جي 2 ايه اللي تمثل؟ دي تمثل ايه يا جماعه؟ تمثل بي 2 احنا قلنا عليها ده بي 2 رقم ده بي 1 ده واحد دي كام بس الاول ده زائد بي زائد بص اي بي جي 6 ده مباشر دونت اي بي جي 6 مباشر وبعدين بين 1 و 2 و 3 يبقى اي بي جي 3 الاول والاخير ازاي هتتقلها بين يبقى زي اي بي كام بي جي 2 كل نص من ده يمثل فرق جهد على مين؟ على كل جزء من النص. في جزء اندكشن وجزء ثاني يمين ضرب التوت اندكشن اثنين عسل واحد توصيل اثنين عسل سوري واحد اصلا طيب محتاج حاجه من المعدل ده هيكون مطلوب مثلا هتجيب كل المطلوب في الايه؟ في المسافات طيب هنشوف في اثنين اهو كده في اثنين هنساوي كام يا جماعه؟ بص كده في اتنين هتحصل فين فين في اتنين فرق الجزء على الكل الوسط حصل بغرض ان يكون معاك ده الكل ده ماشي في طريقه يعني كنتش هتمر وفي النقشه اليمين والشمال بتاع التلاته اللي احنا عشان الفايز اللي النقشه بتاعت اليمين 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 بتاعت وطرش يمين وشمال في حاجات بتغير حسب الولادي حسب النوت بوزيشن طبعا الولاد اي نوت يا جماعه الحاجات دي بتغير خالص ولا لا؟ اي نوت على الظهر بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بس دكتور بالنسبه للنقطه اللي حصلت لك بالفاليوز كده مظبوط نكمل الكلام دكتور هو الفي 2 دوت الجهد على الثلاث ملفات؟ كان الجهد على الكون الاوسط تمام فقط كون الاوسط فقط اللي سميناها كام بالمية كان عندي بي واحد بي اتنين في التانية بي تلاتة في التانية طيب إذا بي يساوي طبعا أي ضرب يبقى هنا جي تلاتة وجي أربعة سبعة بي سبعة أيضا شيء منهم اتنين مكان يبقى جي خمسة طيب تاني صفر خلاص حسبنا صفر التالت مكان أقل على ستة أربعة عشرة شيء منهم تلاتة سبعة يبقى جي كام؟ سبعة يبقى طول على الطيسة كام؟ طبعا في مطلع يبقى اي جي بكام؟ 12 إذا اكس يكون تساوي كام يا جماعة؟ تساوي 12 رقم زي الرقم ده يعني الجرب اللي بتعكس بتاعت بلاد الاكسيس كم معمول بالطريقة اللي حصلت لها بتبص على الصدورة وبين اللي حصلت لها تطلع كانها كام؟ رياكتنس قيمتها كام؟ 12 خلاص كده الان جواب ده على صوره كده بقى الان جواب ده على صوره كده بص اوكي صفر صفر طبعا انا فاضل لي انا مش هنا مش هنا بيس هو بيس ايه هو بيس ايه جيب الكاميرا شوف اللي كان فيها بيس يعني بيس يعني بي وحدها ار بي وحدها وات الاس ثم بتسيبها بي زي جي كيو وحدها بولت طبعا سمعت خلاص يا جماعه طيب ناخد المثال الثاني يلا مثال جي برضه الجاز بتحل طريقه الجزئيه ما
بوشن جي بلاك عم تخلص البروجكت واخد لك 12 يعني البروجكت بتاعها فين فتح الماجنري بيول لما الماجنري ريال لما تكون مصر جزيت كلها لازم تحتها في الرئات بس ما موجود شي جي لا عشان الدعاية يبقى لازم ايه؟ تتفتح عشان الدعاية يبقى لازم ما ينفعش العمل ايه؟ ويقفل
في نقطة مشاركة أمر الإنسان اللي أنا بزيكم مشاركة في حالة في النقطة واحد كل واحد مثلا أقول سامي دي نقطة واحد وسامي دي كام نقطة بس ماذا تعمل إيه؟ عشان الكحة دي كلها بنحط ده مني أمام الدين الفلوس عشان الكحة دي كده شديد ونحط ده مني الدين الفلوس لا سبب نقيب المبدعية بس نشوف هنعمل هذا نشوف هيطلع منين وبنلعب زي الحاجات دي اصلا اربعه وكونديشن امبيرس بسيط جدا وكونديشن امبيرس ايه بسيط كويس جدا دي نفس الحاجات اللي دي ما بتعرفش عارفين الحاجات دي بس عارفين تقدروا ليها عشان ايه طيب يلا هنعمل كده يلا هنعمل كده حاجه كده حاسس ان ايه الارواح الزمنيه وزن هنا مين؟ الأرى الاثنين والكبسر بشكل مكتب الأرى الاثنين والذي كان من سي اثنين هنا بالنقطة دي النقطة دي في الباب من طيب حلت ما يجع عليها في المنطقة الثلاثة النقطة الثلاثة ده ايه؟ هي نفس النقطة اللي فوق بالمناسبة يعني سي سي كده في واحد اثنين بقى على واحد ولا اثنين عشان اجيب الدايره يعني اجيب دي موديل بس انا مش صغير الواحد والاثنين بحيث تربط عشان النظام في المره الثانيه هنا اللي بفر الدرس والعدد الدرس ده ماشي ازاي اصلا انا بشوف تربط عشان المره الثانيه ايه وعندهم اثنين تربط عندهم ما عندهمش عندهم اثنين بس يبقى دول اسمهم ايه بقى؟ عندنا مصطلح عندهم سيميلر بوز يبقى بس ماديا هتقول لي ان ايه سيميلر بوز يعني ايه سيميلر بوز المره الثانيه؟ يعني واحد واثنين زي ما عملوا واحد عنده اثنين يبقى في موديل بتاع الحمايه يا جماعه الموديل شكله ايه؟ هيبقى هنا ليه واحد من السن وهو ليه من السن وعين في النص بس ونكمل في الكتاب ونكمل في الشكل ايه؟ طيب الصف ايه؟ الصف عم ثلاثه اهي الصف هنا عم ثلاثه سجن ثلاثه يبقى كده كويس؟ هيبقى كام؟ ام وبعدين هيبقى عاملين ارجع كده معلش تحت مش فاهمه كده هتعديها عشان بس 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 كده ارجع وارجع تاني ادي النقطه اثنين وادي النقطه واحد اللي هي هنا يبقى كام؟ ال 3 ناقص ام وهنا يبقى كام؟ ال 5 ناقص ام يعني ال 5 اللي اتعرفت وبعد كام بقى هنا بقى 5 3 5 دي وصلت للسورس دي هذا بيها وبعدين نقطه ضجه دي كده وبعدين هنا كام هنا ار 3 وبعدين ضجه دي عامل نقطه طبعا دي ها؟ كمان دول تلسكوبس كمان بوينت ماشي معروف على الاقل بتاع الفلك هتعرف ازاي؟ اهو طب النقطه طيب طيب مش وصلنا مع بعضنا ولا يعني كمان دول بالنسبه للبوينتس يعني كان كمان دول بالنسبه للتو بوينت ده انا رابطهم ببعضهم وصلنا مع بعضهم بالفعل ده كده اصلا دول الثلاثه دي يبقى كمان دول وبالتالي الطرفين اثنين التانيين يبقى واحد واثنين يا جماعه يعني في لبس في هذا مره ثانيه دائما النقطة بتاع الصف بتاعت الدول مش موجودة طبيعة
عندك يوم تاني دي هتبقى زي ثلاثة وتقول يا ماما زي تطلع هذا اللي هي طبعا احنا المره اللي بنشرح بيها النقطه الخصوص بقى دي في بره الموضوع ده مره ثانيه النقطه الكورنر الجديد اهو هيجي النقطه اللي هي تمثل النقطه الجديده هو اصلا يعني في نسيت كورنر تعبت متزن دي يبقى اذا هي عشان كده يبقى هو 6 3 4 يعني كنت بحضر رياضيه وعلى اساس طيب مين اللي مع الدكتور بتاع